بسم الله والحمد لله حمدا لا حدود له. اللي أنا جذب انتباهي هو عند المدخنين التوانسة ربي يصلح حالهم أن يسميه سما قاتلا على مدة طويلة ابتيفو يقولوا بالفرنسية يقولوا سي جارو أي سيد جارو. قالوا هذه ممكن لاتينية ممكن كل حال أعجمية وسي هذه كما تقول أنت من مظاهر جاهلية العرب وخاصة التوانسة اللي برشا منهم سبوا جلالة. وقلنا قديما اللي سب جلالة مش سب يا ربي راهو يعني هو من الجاهلين ويتوجه لخصمي كله وين عندي رب ورب شكون هو الشيطان. ولهذا احنا لا يليق بنا ان نتدخل في هذه الخصومات خصومة دائرة بين انواع الجاهليين. نرجو للسيادية كان واحد من الاعراب متوجه الى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يا سيد العرب فصححه مولانا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا إنما حصريا حصريا يعني تحدد المفاهيم يعني قالوا إنما سيد الله خاطر ما السيد آخر. كثرة الأسياد عند بعض يسي 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 ولا في الأخبار يا سيد الوزير معالي ممثل الدولة الفلانية عندنا وهذا المجال معالي اللي هو من جهته المعالي قبل كل شيء واحد يسأل يعني ناس خارقين بالجهل ما يعرفوش الكلمات شنو دلالاتها كونو اتفقوا على معالي ممثل دولة كذا وقت اللي هو في الخزيخ غارق هو جاسوس وربي قال لا تجسسوا حيث احنا لا نتقن الجوسسة الا عند الضرورة القصوى اما على كل شيء نفس نعدو وما نخليو حتى شيء خاص بالناس البريمي الى كومبوتيو برسك الى ان فاز داغوني. نعود ان شاء الله وهذه السيجارو من فضلكم بينوها للناس حتى البعض منهم يولي واعين باللي هما أولا ما عندهمش حق باش يقولوا سي والجارو هذه يبعثوا عن مدلولاتيا ويكفوا عن انفاق مال فيما هو غير صالح للإنسان. والسلام بالتمام والكمال على أمة الإسلام التي ربيت في مدرسة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.